العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين الحديدين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد بيكون في نفس الوقت بيتشوه. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. الأستاذ بناني اتولد في طنطا أربعة 2 1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الآب والابن الروح القدس الواحد آمين. المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان ودهر الدهور آمين. إحنا في الحلقة نمرة 5 في احتفالاتنا باليوبيل الذهبي لكنيستنا، والحلقة ديت عنوانها كيف نحمي أنفسنا من السقوط في الخطية. كيف نحمي أنفسنا من السقوط في الخطية؟ أحبائي، أنا عارف إن إحنا جسدنا ضعيف والعالم مليان بالعثرات، وخاصة أصدقاء السوء، وخاصة القنوات التلفزيونية والموبايلات وما في الموبايلات من أمور كثيرة جدا معثرة. فالعثرات تحوطنا وجسدنا ضعيف، ميال للأرض ومليال للشهوات. طب نعمل إيه؟ نستسلم ونسيب أنفسنا الخطية تجرفنا إلى نار جهنم؟ لا نستسلم أبدا. طب نعمل إيه؟ ما نستسلمش. ليه؟ لأن ربنا عايزنا نبقى قديسين، وربنا مجهز لنا مجد سماوي، بس يلا نتجدع ونجاهد وننقي أنفسنا عشان نورث المجد السماوي اللي أعده لنا المسيح. ففي 3 نقط صغيرين جدا نقولهم باختصار يساعدونا ان احنا نعدي من الخطايا والسقوط في الخطية. نمرة 1، لازم يكون لي حاجات إيجابية بعملها في حياتي، زي الصلاة مثلا. لازم أكون بصلي لأن أنا محتاج قوة. أخدها منين؟ أكلم ربنا أخدها منه. فاللي ما بيصليش مش هياخد قوة من الله. مثلا هل بفتح الكتاب المقدس وأدرس الكتاب المقدس وأرى كلمة ربنا؟ لأن وصايا الله تنير العينين. كل دي حاجات لازم أنا أعملها إيجابية، مش هتخلي الخطية تبقى قوية. مثلا ارتباطي بالكنيسة وجمال الطقوس الكنيسة، وخاصة القداس وسر التناول من جسد ربنا ودمه. فعشان كده هي وطبعا معاه لازم برضو أكون بسمع عظات وكلمات ربنا اللي بنسمعها سواء في الكنيسة أو في التسجيلات. دي كلمات عظات تبقى مشجعة وبتساعدنا. عشان كده اوعى تستسلم، اعمل الإيجابيات. وخلي بالك إن لما بمارس شوية الإيجابيات دولة، إن كان صلاة وكتاب مقدس وكنيسة وكلام من ده بيديني قوة وبيخلي الخطيئة أضعف مني، وبتخلي السلبيات اللي هي الخطايا والحاجات الوحشة دي ملهاش مكان عندي، وهنا بنقدر ناخد قوة ضد الخطيئة. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، احذر من صغر النفس، لأن مفيش خطية ملهاش غفران، كل الخطايا لها غفران. وانت قوي بالمسيح وقوي بعمل ربنا الموجود في حياتنا، مش زي ما قلت لكم بغرائزنا والعثرات والكلام من ده. واي خطيه ايا كانت، مهما وقعت في حاجات وحشه، مفيش خطيه ملهاش غفران، كل الخطايا له غفران. واقدر اغسل خطيتي يوم بيوم وكل شويه في دم المسيح، لان دم يسوع يطهر من كل خطية، وأستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. ده النقطة الثانية المهمة. يبقى النقطة الأولى قلنا أعمل إيجابيات، النمرة الثانية أحذر من صغر النفس، النقطة الثالثة
طبعا الموضوع فيه حاجات كتير، لكن هاخد ثلاث نقط بس. النقطة الثالثة اللي ساندني قوي 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 سر الاعتراف وأب الاعتراف، لأن الاعتراف بيخلي إن أنا أطلع الخطية المستخبية جوه. فأول ما أطلع الخطية المستخبية أو الخطية أول ما تطلع للنور كده بتضعف وأنا أخذ سلطان عليها، لكن طول ما هي محبوسة وفي الخفاء، وخاصة بعض الخطايا اللي مش كويسة اللي الإنسان ما بيحبش يظهرها قدام حد، فرصة سر الاعتراف. ده الكنيسة عاملة سر الاعتراف لفايدتي مش ليخوفني، ده اللي سر الاعتراف عشان يساعدني. فعشان كده يبقى سر الاعتراف ده مهم جدا، انه بيفضح الخطية وبيضعفها. وفي نفس الوقت الإنسان بطبيعته يحب يفضي اللي جواه، أو يقول لك يفضفض. فحاول معاه باعترافي أفضفض كل اللي جوايا وكل متاعبي وكل حروب الشيطان وكل حروب الخطايا والحاجات الكتيرة جدا اللي أنا عايز إيه أطلعها بره. فبرضو الفضفضة دي كويسة مريحة للنفس، تخلي الإنسان عنده شيء من الصفاء يقدر يغلب الخطية. وكمان ما تنساش إن الاعتراف أبونا بيشجعني، بيديني نصايح، بيقرأ لي الحل، أو ربنا بيديني الغفران عن طريق الحل اللي أبونا بيديهولي. سر الاعتراف طبعا أنا لما أطلع كده غلبت الخطية وخدت الحل. فالأب الكاهن معاك سند، والأب الكاهن عشان تبقى انت والاب الكاهن انتوا الاثنين ضد الشيطان، لان دايما الشيطان ياخد الانسان يستفرز بيه لوحده عشان يغلبه. فلا، انت والاب الكاهن اصدقاء ضد الشيطان. ومن هنا الثلاث نقط دول كجزء من الموضوع يساعدوني جدا للانتصار على السقوط في الخطية، وان انا ما اتغلبش لالهنا المبدي الدائم الى الابد امين. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. 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 بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان كله اندر دارين امين. في هذا اللقاء احب اتكلم مع تصوني عفيفه وتصوني عواطف وتصوني اودت عن نشاه الحضانه في كنيسه القديسين، كيف كانت نشاه بسيطه وتطورت من مرحله الى مرحله الى مرحله حتى وصلت الى هذه المرحله اللي وصلنا ليها. بقى عندنا 2 حضانه عربي وانجليش ومشهود ليها، وفي قائمة الانتظار عدد كبير جدا منتظر يدخل هذه الحضانة لأنها لا توفي احتياجات الجميع، لأن عدد كبير من خارج منطقة الكنيسة بيجيب أولاده في هذه الحضانة. لو رجعنا للبداية تصنع عفيفة، أول ما بدأت الحضانة بدأت كان في مبنى الكنيسة بس، وصاد الناحية الثانية المكتبة والحمامات وأوضة دور مبنى، فخدنا الدور الأرضي ده اتعمل فيه حضانة. قبل كده بقى إن الكنيسة كانت مركزة في حاجات تانية وما كانش فيها مكان لعمل حضانة، يعني قعدت الكنيسة فترة طويلة خدمة الحضانة دي مش موجودة فيها لغاية 81 مثلا. يعني قعدت حوالي 8-9 سنين ما فيهاش حضانة. يعني لما أنا كان عندي يوستينا ومينا صغيرين ما كناش في حضانة، وكانت كل حاجة يعني اللي سكنوا جديد في المنطقة محتاجين لحضانة، فما كانش في مكان. ده العائق الأول، ما كانش في ناس لسه مؤهلة إنها تمسك الحضانة، لا لاقين عاملين ولا لاقين مكان. وكانت الحاجة ملحة، يعني أنا نفسي كنت موظفة وابونا مشغول جدا وفي اطفال ومش عارفين نوديهم فين. ف
ابتدينا نفكر بقى في الحضانة، ابتدت أوضة واحدة. آه. أوضة واحدة فيها كام سرير. موريس عمل 10 سراير. آه. من السراير اللي ليها ارتكازين كده للبيبان. حاجات بسيطة تتحرك. يعني. يعني فرش بسيط. حتى ما كانتش فيها حمام ولا حاجة، كانت حاجة بسيطة. مدام لويزا، لويزا جاي شغالة فيها. كانت شغالة فيها. متهيأ لي ان اياميها مرات الاستاذ موريس كانت بتساعد في الاشراف شوية. مدام ايزيس. وبعد كده تولى على الاشراف مدام نعمان. مامة فادي في الليمون. مسكها الاستاذ يونان. الاستاذ يونان مسكها فترة كبيرة. وساعدته طما فكرية بقى دلوقتي. فكرية مريم حبيب. وبعد كده ابتدت تصوني عواطف. بعد كده تصوني قدد. يبقى نقدر من المرحلة الأولى لما كانت أوضة بس في الدور الأرضي، كانت صبح حضانة وبعد الدور اجتماع خدام، اجتماع خادمات، لجنة الكنيسة، أي نشاط في هذه الأوضة. كان كنا بنينا الدور الأوضة دي والأوضة اللي فيها دورين بس، وبعد كده علينا دورين تانيين اللهم المعلم إبراهيم منصور، فبدأت الحضانة تتسع. دي يمكن المرحلة تانية، كان جاي الأستاذ يونان وبدأ الحضانة تاخد من الأول علوي لغاية الدور الأول والتاني والتالت، ثلاث أدوار، وبدأ العدد يزيد شوية. وكانت العملية صعبة جدا جدا، لأن كانت الحضانة ما بيناسبهاش الديسكات بتاعت الدروس. فكنا الصبح يبقى حضانة ونحط الترابيزات والكراسي بتاعت الحضانة اللي مناسبة للأطفال، وبعد الظهر هم يحطوا الديسكات بتاعتهم. ده لما رحتوا بيت مرمرس. ده لما نتكلم على المبنى القديم. المبنى القديم كان في حتى واخدين شريحة كبيرة، كان في الدور الثاني العلوي. كنا عاملينه مركز للكتب. دي كانت طويلة. بس الدروس بسيطة. كان في فعلا دروس بعد الظهر وحضانة الصبح. بعد كده الاعداد بدات تزيد في الحضانه، كانت بنى بيت ماري مرقص شرق الكنيسه. شرق الكنيسه، فالدور الارض كان فيه كنيسه ابانوم وورشه طبعا النجارة. لما بتتكلم على البنى ده كان حاجه سهل. المبنى بتاع الحضانه ده قعدنا نكتبه باسم الاسيوطي، وكانوا ناس يخوفونا بقى، يقولوا لنا ده ممكن بالليل حد يجي ياخد الشقة ويقعد فيها ومش هتعرفه. كان المشرف عيادة الصناعات. كان مين المشرف بقى في المبنى الجديد ده؟ الأستاذ يونان. الأستاذ يونان كان ما زال هو المشرف. الأستاذ يونان. وكانت بتساعده أمنا كريم. خدوا من الدور الأول علوي للدور الكام؟ السادس. السادس. وأزعجته الجيران. كان الصبح حضانة وبعد الدور دروس، ويوم الجمعة مدارس أحد وألحان، وصوتهم جايب آخر الدنيا. دي المرحلة دي مرحلة من المراحل بتاعت الحضانة لما كان في بيت ماري مرقص. كان العدد حوالي كام سنوات؟ كنا كتير. 300 واخدين من الأول، لأنه كنا واخدين من الأول لغاية السادس ده كان عبارة عن هما اتبنى بعد كده السادس، ما كانش مبنى. وأنت السنوات أنت دخلت على المبنى الجديد مبنى ماري مرقص. بس كان في زي اوضتين كبار في الدور السادس ده. الدور السادس ده بعد كده عملوا لهم صاج من فوق، وبقينا نستعملهم من كتر الاطفال كنا بناخد من كل حته بقى، مش يعني اي فصل كبيره. كثافه الفصل كانت كبات كبيره. كثافات كتير. كان الفصل فيه حوالي كام؟ يعني 30. مش فصل 30 يعني مثلا لو كل ابلي والعصافره تربوا في الحضانه في الوقت ده. انت عارفه بره طفل سنتين الفصل كام واحد؟ 10. خمسة. خمسة. ولو دخلوا ولد سادس لازم يجيبوا مساعدة للمدرسة. ما ينفعش ستة أولاد وهتقف عليهم واحدة. لازم. احنا اصلا السن ده اللي هم كبار، لكن الصغيرين مثلا 15 برضه 15 كتير. برضه كتير. وما بنعرفش 15 واحدة بس مشرفة. ما بنعرفش مشرفة واحدة. اثنين مشرفة. مشرفين بيساعدوا بعض. طب بعد كده نقلنا بقى المرحلة الأخيرة دي في المبنى اللي احنا فيه حاليا. المبنى مش المبنى ده. امال فين؟ المبنى اللي هو مبنى الخدمات. لما اتبنت المبنى الخدمات شو ده تبع المبنى الخدمات؟ دي العمارة اللي ورا مبنى الخدمات. لكن احنا لما اتبنى سنة فعلا مبنى الخدمات سنة 2003 لما خلص المبنى هنا. هو اتشالت الارض تقريبا بتاعه المبنى دي، كان في اليوبيل الفضي بتاع تصميم بترول. يوبيل الفضي بتاع الكنيسه.
بتاع الكنيسة. وبعدين عمل ما بنوا لنا بقى وكده ما بنوا الأدوار. كانت المساحة أكبر بقى. يعني أنتوا كنتوا في ماري بونس تقديم الدور الأول للسادس. هل المساحة اللي بس خدوها؟ بس كانت صغيرة، مساحات صغيرة. مساحات صغيرة، ما كان كبيرة، كان عبارة عن صالة واحدة. الدور كان صالة. الدور كان ثلاث اوض، ثلاث اوض كبار، ثلاث اوض حلوين، اوضتين صغيرين واوضه كبيره، اوضه كبيره فتحنا اوضتين صغيرين على بعض كمان. لما خدتوا المبنى الجديد مساحه موازيه مثلا مساحات اكبر، حضانه بقى ملمومه يعني. احنا كنا كده املنا بصراحه، كان نفسنا في حضانه احنا مستقلين فيها ما تبقاش دروس وتبقى حضانه. وانتوا وصلتوا الهدف بتاعكم، وصلنا بس الحضانه مقفوله عليكم. حضانه مقفوله علينا بس احنا ما سبناش الحضانه الثانيه برده. يعني العدد بقى لان العدد كبير، فاحنا سايبين في هناك في 7 فصول في حضانه مرمولوس. يعني خدتوا جزء، خدتوا جديد كله اما فتحنا يعني وخدتوا جزء من القديم. حضانه ماري مرقص دلوقتي ساعتها كام؟ 7 فصول وتقريبا 150 طفل. يعني الحضانه اجمالي الحضانه في دلوقتي كام؟ 150 طفل. ده ماري مرقص مفيش، عارف احنا كله انجليش، هنا كله انجليش بس هو هنا الجديده، وهنا هنا في لغات، هنا انجليزي وفرنساوي. انجليزي وفرنساوي في البابا بوس، في البابا بوس انجليزي. يعني انتوا عندكم فرعين دلوقتي؟ عندنا فرع ماري مرقص وبابا بطرس، وفرع البابا بطرس. البابا بطرس ايه الفرق بين ماري مرقص والبابا بطرس في المكان؟ في المكانين هنا في بس الانجليزي زياده، وفي فرنساوي زياده، وفي موسيقى بندي موسيقى على طول. في البابا بطرس من سن كام؟ من سن 3 شهور اللي بيشتغلوا لغايه سن سنتين. والحضانتين على بعض العدد الكلي من 220 و150.